لا أدري كيف أمشطه، مهما حاولت يبقى سيئا. ساندريلا، أين أنت يا ساندريلا؟ ساندريلا، أحضري لي صحن طعام آخر وكأسا من الشاي وسكر ومربى. ساندريلا يجب أن أسقي الحديقة، ثم أنظف الغرف، وعلي أن أخيط ثياب الأم والأختين جيلوسي ودوسيا، ثم أحضر لهن الطعام وأكوي الملابس ليظهرن أنيقات، وأنظف الصحون. متى سينتهي كل هذا الشقاء الذي أشعر به؟ يا رب أعني على هذه الحال. علي أن أسرع لأحضر لهن طعام الغداء، وإلا فسيكون عقابي شديدا. هذه الفتاة اسمها ساندريلا، فقصة ساندريلا حزينة جدا. فبعد وفاة والدتها اللطيفة تزوج الأب بامرأة أخرى وأحضرها إلى البيت مع ابنتيها، وما لبث الأب الحنون أن توفي. وهنا بدأت الحياة تشتد قسوة على ساندريلا. كانت ساندريلا لا تحصل على الملابس الجيدة ولا الطعام الكافي، وكانت تعاملها الأم معاملة الخادمة. هل تخاف من الماء؟ وعلى رغم كل هذا الشقاء، كانت ساندريلا تحمل في صدرها قلبا أبيض. إلى متى ستبقين تعبثين في أثناء العمل أيتها الفتاة الكسول؟ كنت أسقي، لم أكن أقصد، سامحيني أرجوك. لا أريد أعذارا. كسول، لقد نادتك ابنتاي جيلوسي ودوسيا، فلماذا لم تذهبي بسرعة لتري ماذا تريدان؟ أم أن الصمم أصابك؟ سأذهب بسرعة. لا تكرري هذا التصرف، لأنني سأقضي عليك تماما. لا يمكنك أن تهرب مني أيها الجرد، سأجعل منك عبرة لباقي جرداني على مر الزمان، فهم؟ سأنادي ساندريلا، ساندريلا تعالي وخلصينا من الجرد. سأقطعك وأجعلك طعاما للقطط الشاردة أيها المتطفل. ابتعدي عن طريقي. أرجوك دعينا نخرجه من المنزل كي يعود إلى جحره، فلا شك أنه يعمل من أجل أن يطعم أولاده الصغار. إذا بقيت واقفة أمامي هكذا فسأخبر أمي، وعندها ستحرمك من العشاء، وستحبسك أيضا مع أصدقائك الفئران. قلت لك ابتعدي عن طريقي أيها الفتاة. أهرب بسرعة. لقد كنت سببا لأن يهرب هذا الجرذ مني، ولذلك انتظري عقابك عندما أخبر أمي بذلك. أمي، أمي. مرحبا يا آنسة، أنا المبعوث الخاص للحاكم. أهلا بك يا سيدي. مبعوث سيدي الحاكم، تفضل. شكرا لك.
توقفا وفا عن الشجار، لدينا ضيف محترم فتصرفا بأدب. إنه مبعوث سيدنا الحاكم. مبعوث سيدنا الحاكم؟ جميع الفتيات مدعوات لحضور الحفل الذي يقيمه سيدي ليختار من بينهن عروسا لابنه الشاب. أرجو حضوركن إلى الحفل بلا تأخر وفي وقته المحدد تماما. بالتأكيد لن نتأخر عن الحفل. أرجو أن تسمحن لي بالانصراف كي تتفرغن لتجهيز أنفسكن. بالإذن سيدتي. كن واثقا بأننا لن نتأخر عن تلبية هذه الدعوة الكريمة من سيدنا يا سيدي. أنا واثقة بأن ابن الحاكم لن ينتقي غيري وسأجهز نفسي. سأجهز نفسي أولا؟ لا، بل أنا من سيجهز نفسه. بل أنا. لا أنا. بل أنا. لماذا تقفين مكانك يا ساندريلا؟ هيا الحقي بنا كي تساعدين على تجهيز أنفسنا للحفل الكبير. خسارة، ليس لدي ملابس لائقة أذهب بها. جميع الفتيات سيذهبن إلا أنا. رائعة، ينقصني شيء واحد، الأساور والخواتم في يدي. ساندريلا، أحضري بسرعة صندوق المجوهرات من غرفة أمي، سأنتقي منها ما يناسبني. حسنا. بعد أن تنتهي من تسريح شعري. حسنا. ساندريلا، قولي لأمي أن جيلوسي ستلبس عقدها الزمردي. حسنا، سأقول لها. بل قولي لها إن العقد الزمردي لن تلبسه إلا دوسيا. فهمت. ساندريلا يا كسول، يجب عليك أن تلمعي الأحذية جيدا. حسنا. ألم تنتهي؟ أما أنك تحلمين أيضا أن تذهبي إلى الحفل؟ أين أنا من الحفل؟ ما أنا إلا فتاة مسكينة، والحفل في القصر والقصر لا يدخله المساكين. نعم هذا صحيح، إذا ذهبت أجمل فتاة بثيابها المرقعة فسوف يضحك منها كل من في الحفل، ونحن أولهم. كنت أحلم أن أذهب فبقي حلمي معي. سأجعلك تذهبين إلى حفل حاكم البلاد، اطمئني. ماذا؟ ولكن كيف؟ اذهبي إلى الحديقة واختاري أكبر يقطينة، بعد ذلك سيأتي دوري لإعدادك كي تكوني مستعدة للحفل. هيا ابتسمي. ستذهبين إلى الحفل وتكونين أفضلهن، أنا أعدك. وذهبت سندريلا إلى الحديقة وأحضرت اليقطينة التي طلبت المرأة إحضارها. سأحضر عربة شبيهة بهذه اليقطينة، انظري. عربة رائعة، هل أعجبت؟ جميلة جدا، ولكن أين الأحصنة التي تجرها إلى الحفل؟ ستكون هناك أحصنة وسيراها أصدقاؤك. ليس لدي أصدقاء. أصدقاء ساندريلا، تعالوا. Thank you.
الحديقة؟ أهلا بكم يا أصدقائي. ستجر العربة عدة أحصنة يا صغيرتي. كيف سيكون ذلك؟ ألم تقولي إنك تريدين أحصنة؟ أكاد لا أصدق هذا، إنه شيء مدهش جدا، لا يحدث إلا في الأحلام. صارت لدي عربة وأحصنة. أنت فتاة طيبة القلب يا سندريلا، وتستحقين كل خير. سأوفر لك كل ما تحتاجين إليه متى طلبتي. شكرا لك على هذا. أنا مستعد. صار كل شيء مهيئا لتذهبي يا عزيزتي. شكرا، ولكن هل أذهب إلى الحفل بثياب بالية؟ نبهتني على أمر مهم جدا يا سندريلا، الملابس الجديدة. أكاد لا أصدق أنني أنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. قلت لك إنك تستحقين هذا لطيبة قلبك يا سندريلا. نسيت الحذاء. صار في قدميك. أنا سعيدة جدا. وأنا لأنني حققت لك حلمك. لكن الأحلام لا تدوم يا ابنتي، سينتهي هذا الحلم في منتصف الليل وتعودين كما كنت إلى سابق عهدك. لذلك عودي قبل منتصف الليل. ها؟ لن أنسى هذا، سأعود إلى المنزل قبل منتصف الليل. عدد كبير من الفتيات، لكنني لم أجد بينهن فتاة مناسبة لتكون زوجتي. لا شك أنه سيختارني أنا. بل سيختار الأنحف والأطول والأجمل وهي أنا. كفي عن كلامك الفارغ أيتها الثرثارة. أنا ثرثارة يا صاحبة الشعر المنفوش؟ ستندمين على هذا. بل أنت. سأريك ذلك الآن. أسكتا. لن يختار أي منكما إن تصرفتما برعونة. حضرت الآن فتاة رائعة الجمال، لم أرى فتاة مثلها في حياتي كلها. ماذا؟ أرى في حياتي كلها من هي أجمل من هذه الفتاة. أعني ما عداك أنت يا زوجتي العزيزة، لأنك الأجمل بلا شك. أهلا بك معنا يا آنستي العزيزة. شكرا لك. جميلة جدا. بل أجمل من رأيت، إن شعرها كالشمس الساطعة.
الساعة الآن؟ الساعة الآن تعلن منتصف الليل. ماذا قلت؟ إذن علي الذهاب بسرعة. ها؟ أرجو المعذرة. انتظري يا آنسة. سينتهي هذا الحلم في منتصف الليل وستعودين كما كنت إلى سابق عهدك، لذلك عودي قبل منتصف الليل. توقفي أرجوك. قولي ما اسمك على الأقل. توقفي. انطلق أيها السائق، هيا. معذرة، أنا هنا بأمر خاص من حاكم البلاد، هل تسمحين لي بالدخول يا آنسة؟ كلفك الحاكم بهذه. أخيرا جاء دورنا لقياس الحذاء. ماذا؟ حذاء؟ حذاء الفتاة الجميلة، فلا تتدخلي في أمور لا تعنيك. شاهده الناس وشاهدوا تلك الفتاة التي هربت وتركت الحذاء. هل فهمت الآن؟ إنها فردة الحذاء التي تركتها، وقد أعلن الأمير أنه سيتزوج بمن تستطيع أن تلبسها. هيا يا ابنتاي، أرجو أن تنجح إحداكن. سألبسه أنا أولا. لا بل أنا أولا يا أنانية. قلت أنا سأريك. توقفا عن هذا فورا وابدعا المحاولة. سأنجح. مؤلم. لن تنجحي. أخفق، لم أنجح. هذا عادي لأن الحذاء مصمم على قياس رجلي. أمي. هيا حاولا أن تلبس إحداكما فردة الحذاء هذه بأي طريقة كانت. كيف؟ لا يمكنهما فعل ذلك. المطلوبة ليست هنا. هل أستطيع المحاولة؟ ها؟ لا يمكنك. ما علاقتك بهذا يا فتاة؟ أنت يا مضحكة، تخيلوا سندريلا وهي تعيش في القصر. تفضلي، هيا هيا حاولي، لأن هذا ما أمرني به سيدي. لكل فتيات البلاد من غربها إلى شرقها الحق في أن يحاولن. ما هذا؟ لا. مستحيل. ساندريلا. ساندريلا سوف تتزوج من الأمير. الحمد لله، وجدتها أخيرا. لقد وجدت الفتاة. سندريلا مبارك، أنا آسفة لأنني عاملتك معاملة سيئة. لم أصدق أن قلبك الطيب قد سامحنا وأنك دعوتنا لنعيش معك هنا يا أختي. وأنا كذلك آسفة على كل ما فعلت من كل قلبي. سامحتكن، لقد عشنا في بيت واحد ومنذ اليوم لن نكون إلا أخوات متحابات. أنا سعيد جدا بزوجته الجميلة يا عزيزتي، لكن أمه العزيزة وهي زوجتي أجمل منها بكثير.